في مدينة فيكخو السويدية جنوب السويد، لاحظنا من خلال جولتنا في هذه المدينة الجميلة وجود لمسات عراقية، وأبرز اللمسات العراقية اللي شفناها هو هذا المطعم اللي يحمل عنوان جميل جدا وقريب على كل عراقي سواء ساكن ببغداد أو خارج بغداد، هو أبو نواس. طبعا نعرف شارع أبو نواس في بغداد من أجمل الشوارع وأرقاها، ونتمنى هذا الشارع يتطور أكثر ويكون شيء جميل يعكس جمال عاصمتنا بغداد. أبو نواس حمل عنوان هذا المطعم العراقي القديم، أقدم المطاعم هنا الموجودة، ويقدم أكلات عراقية. أنا من وصلت المطعم جعت. على العموم المطعم هذا لفت انتباهنا من خلال جولتنا في مدينة فيكخو السويدية، وراح نزور هذا المطعم ونتكلم مع صاحب المطعم ونشوف أيضا الزبائن اللي يجوا هل هم من العراق أو من باقي البلدان، لكن أو الجاليات اللي ساكنة في مدينة فيكخو السويدية. اخيرا وصلنا لابو ملاك صاحب هذا المطعم، مطعم ابو نواس اللي ذكرنا بشارع ابو نواس الجميل مثل ما قلت لكم في بدايه تقريرنا هذا الجميل. شلونك ابو ملاك؟ انا استاذ ميناس. شلونك انا؟ شو مسوي بالعراقيين؟ شو مسوي؟ قليل مسوي ان شاء الله. يا والله مسوي لهم اكل عراقي جميل. لازم الواحد يهتم بالجاليه العراقيه، وهذول اهلنا وناسنا لازم نهتم بيهم يعني. جميل جدا. مطعمك هو يعد من اقدم المطاعم، اول مطعم انفتح في هذه المدينه كمطعم عراقي. نعم، سنة 2014 انفتح هذا المطعم، واختصينا بالأكلات العراقية والعربية. بس مثل ما نعرف أنه أنت الآن في مدينة فيكخو السويدية. فيكخو تعتبر أنت سفير المطبخ العراقي حاليا. أبو ملاك سفير المطبخ العراقي في مدينة فيكخو ومناطق جنوب السويد. نعم، في سكونة يعني عامة. اللقب اللي نسمعه احنا انه ابو ملاك هو يعتبر سفير المطبخ العراقي، اكلات عراقية، اكو اكلات نمتاز بيها احنا كمطعم عراقي نجدها في مطعمكم هذا. نعم، هو الاكل العراقي اللي الكباب المشوي والقوزي والسمك المسقوف والتشريب، يعني هاي الاكلات العراقية يعني اللي معتادين عليها. فاهتمينا بيهن، واحنا هنا جالية عراقية هواية يعني جالية عراقية على جنوب السويد. نعم، هي مناطق الجنوب كلها، فالجالية عراقية كلش هواية. نعم، انا كنت في فنلندا وكنت في هولندا والان موجود في السويد، وكنت حتى في المانيا. شاهدت انه العراقيين تميزوا بثلاث شغلات، ثلاث مهن. نعم. الحلاقة. نعم. سيطروا على الشارع في اوروبا تقريبا. نعم. والمطاعم ومهنة تصليح السيارات. لكن كمطعم عراقي أو كمطاعم عراقية يعني بعد 2015 انتشرت بشكل كلش واسع. صح. نعم، لأن هي إحنا تقريبا أغلب العراقيين اللي جينا تقريبا بال يعني جو الناس أكثريتها بال 2015، بس موجة الهجرة كبيرة. نعم نعم، بس إحنا قبلهم يعني جينا بال 2007 2006 دخلنا للسويد وبدينا ندخل بالمجتمع السويدي، تأقلمنا ويا المجتمع، ففتحنا مصالح يعني خلينا ما نظل احنا مثلا على المساعدات فبدينا نفتح المشاريع العراقيين، يعني اغلب العراقيين بدأوا يفتحون المصالح اللي هي المطاعم والحلاقه والميكانيك والى اخره يعني. وانت في بغداد الحلويات مو؟ نعم. ايه، تعجبك الحلويات؟ والحلويات. جميل جدا. تعال خلينا نحكي وياك. شلونك؟ شلونك؟ اخبارك؟ اهلا وسهلا. نلتقي مع ابو ملاك. ابو ملاك هم يقدم حلويات، شنو رايك بها؟ انت عندك محل حلويات؟ من عندي. انت المصدر. جيد، يعني راح الصمون العراقي كمان. جميل من عندنا. جميل جميل. حلويات زين. وانت هو ياخذ منك حلويات بس انت ياخذ منك كباب. شنو نسالك على الكباب شلونه؟ اي هو لا مو زين ما اخذ منه يعني.
كل جيد جدا جيد جدا نعم جيد جيد يعني جيد. هو بس كباب تاكل تاخذ منه لو اكو اكلات ثانيه عراقيه تحب تاخذ؟ مو احنا الاكلات العراقيه نطبخها بالبيت نعم البانيه الفاصوليا هاي السمك لا السمك نشوي يمه اي جيمي جدا نعم جيد جدا. اي مواني من قلت حلويات العراقي عنده همي انه هو ما ذكر القص العراقي شاورما اي هو يعني يمتاز بها الاخ عمر همي انا جميل جدا معلم شاورما مطبخ متكامل هنا نعم. حلو نعم. مواني من قلت الحلويات التازيل والحلويات نسيتوها نسينا حلوياتك عراقي انت عراقي نعم عراقي من يعني من بغداد من بغداد ومشروعك انت حلويات اي عندي هنا على محل جميل جدا شكرا لك كمل يا ابو ملاك جميل جدا الكباب مالتك مشهور اي مشهور لان احنا يعني اختصاص كباب مشاوي وانت في بغداد ايضا هاي مهنتك في عندنا مطعم ثاني موجود ببغداد فاحنا اختصنا في بغداد بحي القادسيه مطعم اللمه الحلوه فاختصنا بالاكل العراقي والمشاوي يعني مو بس الكباب والتكة لحم والتكة دجاج والدجاج المشوي والقص الشاورما اللحم زميلاتي بالاستوديو هسه يمكن جاعوا ندز لكم هسه نسوي لهم دليفري الى الاردن طبعا ابو ملاك شكرا لك احنا زيارتنا سريعه لهذا المطعم ونشوف اشياء ونشوف انه مو بس الجاليه العراقيه اللي تجي هنا اكو جاليه من الصومال من سوريا هواي جاليه سويديين هم يجون سويديين يحبون علمتهم على الاكل العربي والعراقي أبو ملاك سفير المطبخ العراقي في جنوب السويد وجنوب السويد أحكي لكم مساحة جدا كبيرة آلاف العراقيين عايشين هنا شكرا لك أبو ملاك يا مرحبا أنا شرفتونا طلبية مشويات عراقي كباب كباب هذا تكة لحم تكة دجاج وما احكي لكم على الطماطم المشوية وترتيباتها وهذا الخبز الحارة هذا الخبز العراقي هذا الخبز هنا تخبزوه طبعا